السائل جيم كاف يقول: ما الحكم في شاشة التلفزيون الإسلامية التي تعرض رسومات متحركة تمثل دور الصحابة رضي الله عنهم ونحوها، وكذلك أفلام الكرتون التي تسمى إسلامية؟ لا يجوز رسم الصحابة بصور ولا تمثيل الصحابة، لا يجوز تمثيل الصحابة وتمثيل أهل الفضل في صور، سواء كانت في الشاشة أو في أوراق أو غير ذلك. فقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار يمنع من تصوير الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصوير الصحابة، لأن هذا فيه امتهانا لهم. وأيضا الصور في حد ذاتها محرم، الصور في حد ذاتها محرم سواء في الأفلام أو في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وبإمكان الذي يريد أن يطلع على تاريخ الصحابة وسيرة الصحابة أن يقرأ في كتب التاريخ ويقرأ في كتب التفسير الآيات التي ذكرت الصحابة وتحدثت عنهم، وفي ذلك الكفاية والحمد لله. أو يذاع هذا في الإذاعة ويسمعه المسلمون، هذا ممكن ويحصل به المقصود ولا محذور فيه والحمد لله. نعم.